تبدأ شرطي يا شرطي. شوفوا شوفوا يا مرافقين، زحمة هاي المرافقين بقبلها. انت اللي ورا. ونطلب من الإخوة الحضور، رجاء الحضور، الالتزام، كل يجلس في مكانه. أعتقد أننا مقبلين على مراحل انتخابات دائمة، سواء في الحركة أو في فتح أو في السلطة أو في المنظمة أو في كل مرافق حياتنا السياسية والداخلية والتنظيمية. لقد انتهى العهد الذي يكون فيه بالتعيين أو بالطرق التقليدية القديمة، لأن رئيس عرفات برمزيته يستطيع أن يضلل الجميع ويمرر تلك القرارات، ولكن الآن لا يستطيع أحد أن يمررها دون المرور بانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة. بعد منها بعد سكر 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 الباب. We are looking to create mechanism how to reach to a final common base agreement between all the Palestinian families. Second, how to discuss the issue of the participation of the Islamic movement inside PLO. Thirdly, we have to minimize the tension inside the Palestinian society, especially inside Fatah groups, and also how to pave the way for the expected occupation from our land. What about the Doctor.